ليس كل ما يلمع ذهبا. هذا هو الانطباع الذي قد يتولد لديك عزيزي متابع منبر واصل بعد أن تقرأ الكتاب الذي نعرض له في هذه الحلقة، وهو كتاب الحرب على الإسلام. فالخاطر الذي قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى، خاصة أن مؤلفه غير عربي وغير مسلم، أنه ربما يمثل حلقة جديدة في تقديم رؤية تساعد على تفهم الإسلام في ظل ما يراه الكثيرون وخاصة من المسلمين من أن هناك حربا على الإسلام. في تناولنا للكتاب هنا لا ننطلق من فكرة المؤامرة أو حتى محاولة تفنيد هذه المؤامرة وكشف عدم حقيقتها، وهو أمر تناولناه من قبل في حلقة سابقة عرضنا خلالها لكتاب الراحل أنور الجندي بعنوان المؤامرة على الإسلام. وإنما الهدف هنا استعراض رؤية غربية من خلال الكتاب والذي صدر منذ سنوات بعنوان الحرب ضد الله. والمؤلف زي ما عرف نفسه في مقدمة الكتاب هو روماني كاثوليكي عمل كمحامي في محكمة الجنايات في جنوب أفريقيا، وتابع باهتمام مذبحة البلقان ضد المسلمين واحتلال أفغانستان وغزو العراق، وقرأ القرآن الكريم جيدا ودرسه بهدف محاولة معرفة ما إذا كان الإسلام كدين سيواجه مصير المسيحية نفسه بضغط العلمانية عليه ليتم تحييده على أنه فقط تعاليم دينية وأخلاقية أم لا. والحقيقة بناء على هذا الاهتمام بيصل المؤلف أرشي أوغاستن إلى تصور بيقوم على أنه هناك حرب ضد المسلمين. هي ليست حرب كما يقول ضد شخص المسلم أو ممتلكاته فقط، لكنها حرب ضد معتقده وإيمانه، وهي أيضا كما يقول تدمير للأساسيات التي تدعم ممارسة هذا المعتقد المستهدف. ولذلك فإن علمنة المسلمين هي الغاية، واغتيال الإسلام إن صح التوصيف هو البرنامج. إلى هنا ربما تجد فكرة الكتاب القبول لدى قطاع كبير من المسلمين في ضوء أنها بتعكس الرؤية السائدة لديهم، وهي في جانب منها على قدر كبير من الصواب، فكرة وجود مخططات بتحاول أن تضع المسلمين على طريق معين، وهو أمر عرضنا له من قبل من خلال تقرير مؤسسة راند في حلقتنا التي جاءت تحت عنوان الإسلام الذي يريده الغرب. غير أنه قد يبدو غريبا من خلال قراءة الكتاب أن أوغاستن وبشكل يتجاوز إيمان أي مسلم بقضيته بيقرر قناعته التامة بأن هزيمة الإسلام على مستوى المعتقد وهزيمة المسلمين غير ممكنة أبدا، وأنه سواء كان القارئ للكتاب يؤمن بالله أم لا يؤمن، فهناك أمر بين جلي، وهو أن المسلم انطلاقا من اتباعه لتعليم القرآن سوف يستمر في مقاومة جميع أشكال التخويف والقوة العسكرية، ولن ينجح أي مستوى عنف نفسي أو جسدي في إشغال المسلم عن مستقبله. وهي رؤية للأسف رغم تمنياتنا بأن تكون سليمة، إلا أن المنطق والواقع بيقودها ويدفع للقول بعدم صحتها. بعيدا عن هذا الطرح واللي ربما بيصب في خلاصة الكتاب وليس مضموني، الملحوظة الأساسية على الكتاب وتناول المؤلف لموضوعه أنه بيختصر زاوية تناوله في مواقف الولايات المتحدة. وهنا يقرر أنه تابع عن قرب الدسائس الغربية والأمريكية على نحو خاص، ورأى همجية القلوب الغربية وشهد نياتهم العنصرية الوضيعة والشريرة كما يصفها،
وراقب أفعالهم القاسية والعنيفة، ورأى في وسائل الإعلام الغربية حجم غرور آلات حربهم، ولاحظ كيف قتلت تلك الآلات المسلمين بحقد قاسي. بيقدم المؤلف بعد ذلك شهادة متميزة جدا، متخذا من غزو العراق أساسا في الإشارة إلى الفظائع الأمريكية هناك، والتي قضت على حضارة شعب كانت يوما ما حية وعصرية، عندما كان الغرب يعيش همجية تشبه همجيته اليوم، موضحا أن الحملة على العراق إنما كانت تستهدف أساسا السيطرة على حقول النفط، ويقرر أن الاستعمار الاقتصادي اللي بيتحقق بالصراعات والمكائد لا يمكن أن يخدم المحتل. والكتاب بشكل عام نقد حاد للسياسات الأمريكية المعتمدة على القوة، وتسويق صورتها على أنها القوة الرئيسية في النظام الدولي، الأمر اللي بيدعو المؤلف في ثنايا هذا الجزء إلى مناشدة الشعب الأمريكي أن يعيد تقييم حكومته على نحو عقلاني وذكي. من الجوانب الملفتة للنظر كذلك في الكتاب وبتشكل ملمح أساسي له، استشهاد المؤلف بآيات القرآن وتطبيقها على مضمون موضوعه بشكل يكاد ويصل حد الحرفية، ومن ذلك مثلا تأكيده على أن تقدم آلة الحرب الأمريكية من دون رقيب لن يتواصل إلى ما لا نهاية، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تستمر في تفوقها العسكري إلى ما لا نهاية، مصداقا لما ورد في القرآن حسبما يشير القرآن الكريم من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ومستعينا بالمزيد من الآيات، ومنها قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، يشير مؤلف الكتاب أرشي أوغاستن إلى أن تلك الآية السابقة وغيرها بتؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا ينتظر إلى يوم القيامة ليوقع عذابه على العاصين، فهو سبحانه ووفقا لإرادته قد يعاقب الأمم تحذيرا ضمن واقعهم التاريخي المعاصر وقبل حلول يوم القيامة. وما زلنا مع المؤلف في رؤاه التي تبدو حالمة، ونتمنى لو كانت حقيقية، حيث يذهب إلى أن العالم الإسلامي في مواجهة تلك الهجمة لم يتكاتف مع بعضه كما تكاتف الآن، حيث بدأت المقاومة وسوف تتصاعد ولن تتوقف سوى عندما ينتهي أو يتوقف الظلم الواقع على المسلمين. واستمرارا لمنهجه في النظر للقضية اللي بيتناولها، بيشير المؤلف إلى بعض الكوارث اللي وقعت في بريطانيا والولايات المتحدة عام 2002 بعد 2001 وبدء العمليات التحضير لغزو العراق والعمليات التي تمت ضد أفغانستان، وبيعتبر تلك الفيضانات والأعاصير تأكيد على قدرة الله تعالى على إيقاع قصاصه بوسائل كثيرة، بوساطة المؤمنين أولا وبأفعاله الخاصة ثانيا التي لن تنقضي بالتدخل من وقت لآخر. قد يعتبر البعض من هذه الرؤى تدخل في إطار الدروشة من كاتب غربي متعاطف مع المسلمين، وقد يعتبرها البعض الآخر تمثل نوعا من دغدغة مشاعرهم، وقد تعكس إيمان حقيقي لدى المؤلف بعدالة قضيتهم في مواجهة ما يحاك ضدهم من خطط واضحة. وأيا كان فإنها بتغني فكرة التنوع اللي بنتحدث عنها في التعاطي مع قضايانا، وبتؤكد أن الآخر الغربي ليس كتلة واحدة بتقف ضدنا على طول الخط. شكرا جزيلا، وإلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.